المنظمة دي منظمة التضامن، تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، يعني إيه حكايتها هي حكايتها حكاية إيمان بأشياء متعددة، أولها أن مصر جزء من أفريقيا وأننا جزء من ما يسمى زمان العالم الثالث. هذه واحدة. الجزء الثاني إيمان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بالشعوب. في الوقت ده في سنة 55 أقيم مؤتمر باندونج. وده مؤتمر كان هام جدا في يوغوسلافيا. لا ده كان في اندونيسيا. اندونيسيا. باندونج دي قرية زي بلدنا كده. بقى لها اسم في التاريخ بسبب هذا المؤتمر. المؤتمر ده حضره شون لاي من الصين، جواهر لنهرو من الهند، تيتو من يوغوسلافيا، زعماء نكروما، سوكارنو، زعماء العالم الثالث حضروا شاركوا وطلعوا بتوصيات نتج عنها تكوين مجموعة دول عدم الانحياز. مجموعة دول عدم الانحياز دي دول حكومات. لكن جمال عبد الناصر بحسه الشعبي فكر في إنشاء منظمة وشاركه فيها هؤلاء الزعماء، منظمة الشعوب. شعبية بقى، مش حكومية. مش حكومية. شعبية، لأنه بيقول ويعتقد ويؤمن بأن الحكومة من غير شعب ما تسواش حاجة. صحيح. والشعب هو الظهير الحقيقي والسند الحقيقي لأي حكومة. فكون هذه المنظمة. ده في يناير 61. في يناير قصدي في 58. هذه المنظمة مقرها القاهرة. وده من 60 سنة. من 60 يعني نتكلم 58 يعني 18. يعني دي من أقدم أو هي أقدم المنظمات الشعبية في العالم. واحد. الجزء الثاني اللي يهمني ان انا اوضحه ان هذه المنظمة ساهمت في كل حركات التحرر الافريقي لدول افريقيا. في افريقيا وفي اسيا. وهدفها هو التأكيد على مبادئ باندونج. عدم الانحياز، اللي هو عدم الانحياز، دول عدم الانحياز. اللي من اهمها المبادئ اللي احنا نفسنا فيها النهارده. ايه هي؟ اهم حاجه فيها حل المنازعات التي تنشا بين الدول بالطرق السلميه. السلميه.